خلال مشاركته في منتدى بيترسبرغ الدولي، الرئيس السيسي يؤكد المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك بمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، ويؤكد بذل مصر قصارى جهدها لحث كافة الأطراف على رفع طموح عملها المناخي. المفاوضات الأوروبية توصي بترشح أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي بشروط. السادسة في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن حلول مصر كدولة ضيف على منتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي الدولي يؤكد على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الروسية. وفي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام فعاليات المنتدى التي تعقد بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد الرئيس السيسي على أن المنتدى هذا العام يعقد في ظل تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجات المنتدى في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية. ويعقد منتدى هذا العام في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة وذات طبيعة استراتيجية، ونأمل في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات وبالشكل الذي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم، وخصوصا على اقتصادات الدول الناشئة، وكذلك على النحو الذي يأخذ في الاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف ويحقق أمن الشعوب والطمأنينة لها عبر تفاهمات سياسية طويلة المدى تفتح المجال لنمو الاقتصاد العالمي، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا الحادة التي كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالا وموارد طائلة، تجعلنا حريصين على تفادي أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي. كما أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا الاتحادية والتطور الملموس الذي شهدته العلاقات بين البلدين. وأشار الرئيس السيسي إلى ما تم بين البلدين من تنفيذ للمشروعات القومية الطموحة، ومنها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة وغيرها من المشروعات. انخرطت جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية على مدار السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة تخدم بلدينا وتستجيب لتطلعات شعبينا في تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي، ولعل أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يأتي في سياق استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليكون منصة مهمة للنهوض بالصناعة في إفريقيا، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية وغيرها من المشروعات المشتركة التي تحقق مصلحة الشعبين. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام منتدى سان بطرسبرغ أن تدشين رؤية مصر 2030 تعكس خطط استراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأضاف الرئيس السيسي أنه تأسيسا على هذه الرؤية قامت الحكومة بتحديث البنية التشريعية من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. جاء تدشين رؤية مصر 2030 لتعكس خطة استراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتأسيسا على هذه الرؤية قامت الحكومة المصرية بتحديث البنية التشريعية
من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما أهل مصر لتكون صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، ولتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدل النمو وصل إلى نسبة 3.3% في عام 2021، على الرغم من التحديات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. في الوقت الذي نتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري، كما زادت صادرات البلاد غير النفطية خلال عام 2021 لتبلغ 32 مليار دولار. كما نجحت مصر في إطار استراتيجياتها لتعظيم قدراتها من أجل تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 2 مليون فدان، فضلاً عما تنفذه مصر من مشروعات ضخمة في مجال النقل والمواصلات عبر مد آلاف الكيلومترات من الطرق وتطوير منظومة النقل المصرية عبر إدخال مشروعات جديدة مثل مشروع القطار السريع الذي سيمثل وسيلة للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. وأشار الرئيس السيسي في كلمته إلى اصطدام الجهود الوطنية سالفة الذكر بأزمات اقتصادية خلفتها جائحة كورونا وبعدها الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ألقت بظلالها على معدلات النمو وأثرت سلبا على موازنات الدول. ودعا الرئيس السيسي إلى تضافر الجهود الدولية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، لا سيما حركة الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد. التصدي لهذه الأزمة ذات الطابع الدولي يتطلب أيضا جهدا دوليا وتعاونا من جميع الأطراف من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، لا سيما حركة الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد، خاصة المواد الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية، والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولي. من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة الاقتصادية على الشعوب التي تنشد السلام والتنمية، كما أنني أدعو كافة الشركات المشاركة في المنتدى وغيرها للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة التي وفرها الاستثمار في مصر بكافة المجالات. We'll be right back.
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، ذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة. وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن مصر تدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كرئيس للدورة 27 لقمة المناخ العالمية والتي تعقد في مصر. كما أضاف الرئيس السيسي أن مصر تعي تطلع شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض، ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها هدف 1.5 درجة مئوية. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والتي تمتد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع وبتخفيضات تصل إلى 60%. وتواصل منافذ أمان توفير السلع للمواطنين بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. مد فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لنهاية عيد الأضحى المبارك أسهم في إتاحة الفرصة للمواطنين في الاستفادة من التخفيضات الكبيرة على السلع التي أتاحتها المبادرة والتي تصل إلى 60%. وزارة الداخلية أطلقت فعاليات هذه المرحلة من المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية في 15 من شهر مارس الماضي، ومنذ بدايتها
وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء متطلباتهم من السلع الأساسية. أنا شايفة في اختلاف جامد في الأسعار من رمضان تقريبا. المبادرة دي شغالة وعرفت إنها مكملة للعيد. كل سنة طيبين. ما شاء الله الحاجة حلوة قوي، حاجة نظيفة جدا وأسعار في متناول إيد الجميع. يعني الأسعار أحسن بكتير من برة، وطبعا توفير السعر دوت في المبادرة بيخليني أقدر أشتري كل اللي أنا عايزه. شعب وقيادة وشرطة، إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية ومنافذ أقامتها الوزارة بالاشتراك مع كبار الموردين والتجار تشارك في هذه المرحلة، ومع مد فعاليتها تنضم سلاسل تجارية جديدة لها. احنا أصرينا ان احنا نشترك في المبادرة، وده احساسنا ان احنا لازم نبقى موجودين في خدمة الدولة وفي خدمة اي حاجة بتساعد الناس. كلنا بنسعى وكلنا بنجتهد ان احنا نقدم احسن سعر عشان المستهلك يحس قد ايه الدولة بتهتم ان احنا نقدم الخدمة كاملة للجمهور بافضل اسعار. وفرة كبيرة في المعروض من كافة انواع السلع وبجودة عالية اتاحتها المبادرة للتخفيف عن كاهل الاسر المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الدولية والتي اثرت على اسعار السلع، وهو ما اشاد به المواطنون. احنا بنيجي مخصوص عشان المبادره ديت، وان هي اسعارها اقل من العادي. الزيت سعره كويس جدا، والرز كويس جدا، كل حاجه جميله جدا عن بره، والاسعار كويسه جدا. جيت لقيت هنا الزيت والسكر والمكرونه والرز، الحاجات رخيصه تبع المبادره صراحه. يعني مش محتاجين اي حاجه كده، يعني انا خدت باسعار احسن من بره كتير. شعب وقياده وشرطه، احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. كما تشارك في المبادرة منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. بصراحة أنا على طول هنا في منافذ بيع أمان، لأن في تفاوت في الأسعار ما بينها وبين برة، ده طبعا بيتيح لي أن أنا أجي هنا واشتري طبعا يعني زي ما انا عايز. نشكر وزاره الداخليه برضو على المبادرات والاسعار اللي بتنزلها لنا، سواء اللحوم او السلع التموينيه. اسهمت المبادره منذ اطلاقها في التخفيف كثيرا عن كاهل الاسر المصريه، مع الارتفاع في اسعار السلع تاثرا بالمتغيرات الدوليه، بتوفيرها كافه انواع السلع بتخفيضات كبيره. تتسم السلع المعروضه في اطار مبادره كلنا واحد بجوده عاليه ووفره كبيره في المعروض، إضافة إلى التخفيضات الكبيرة التي أتاحتها المبادرة والتي تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60%، ما يؤكد على أهمية هذه المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 98 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقترب من 26 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط أكثر من 72 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 625 قضية، من بينها 151 قضية خبز ناقص الوزن و133 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 قضية مضبوطات اقتربت من 60 طن أقماح محلية. اختتمت أعمال جلسات الدورة 13 لفريق استعراض آلية التنفيذ والدورة 13 للفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد بفيينا برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس الدورة 9 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واعتمدت الدورة تقريري فريق استعراض آلية التنفيذ والفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد في دورتهما 13. وخلال الجلسات تم استعراض التحديات والممارسات الجيدة في مجالات التوعية والتعليم والتدريب والبحوث لمنع الفساد لبعض الدول، حيث قام الوفد المصري المشارك باستعراض جهود مصر في مجال التوعية والتدريب فيما يخص منع ومكافحة الفساد، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تنفذها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وعلى هامش الجلسات التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، حيث تمت مناقشة مشاريع التعاون القائمة والمستقبلية بين الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، فضلا عن مناقشة نتائج الدورة 9 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت بشرم الشيخ في ديسمبر الماضي. أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية أرسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي. وأوضحت فون دير لاين أن المفوضية توصي المجلس أولا بإعطاء أوكرانيا أفقا أوروبيا، وثانيا بمنحها وضع المرشح بشرط أن تنفذ كييف عددا من الإصلاحات المهمة. تسعى الدول الأوروبية إلى استمرار دورها في دعم كييف في أزمتها الحالية مع روسيا، فلم يتوقف الدعم عن المساعدات المادية والعسكرية، ولكن تزايدت أوجه الدعم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لتصبح أوكرانيا واحدة من الأسرة الأوروبية. وترى كييف انضمامها للاتحاد الأوروبي واحدا من أكبر مكاسبها في الأزمة مع روسيا، خاصة أن هذا الأمر سيفتح لها الباب لمزيد من الاستثمارات والتعاون مع الدول الأوروبية داخل الاتحاد. لدينا رسالة واحدة واضحة، وهي نعم أوكرانيا تستحق المنظور الأوروبي، ونعم أوكرانيا يجب أن ترحب كدولة مرشحة. هذا على الفهم على العمل الجيد الذي تم، ولكن يبقى هنالك عمل هام يجب أن يتم، العملية بأكملها قائمة على المزايا والاستحقاق. ومع إعلان المفوضية الأوروبية توصياتها بمنح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد، يتطلب من كييف استيفاء عدد من الشروط واللوائح التي يقبل بموجبها طلب العضوية، ويأتي في مقدمتها التوافق مع معايير كوبنهاجن التي جرى إقرارها عبر المجلس الأوروبي عام 1993، وتتضمن اقتصاد السوق الحر وديمقراطية مستقرة وسيادة القانون واحترام الأقليات وحمايتها وقبول جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك اليورو. توصية المفوضية الأوروبية تعد بمثابة الضوء الأخضر لانضمام كييف للاتحاد، ولكن هذا الانضمام يستوجب المصادقة عليه بإجماع الدول 27 الأعضاء في التكتل قبل بدء مفاوضات طويلة قد تستغرق سنوات. كما يجب على أوكرانيا أن يكون لديها اقتصاد سوق فعال وقدرة على التعامل مع المنافسة وقوى السوق في الاتحاد الأوروبي، مع القدرة على الاطلاع والتنفيذ الفعال للالتزامات العضوية بما في ذلك التقيد بأهداف الاتحاد السياسي والاقتصادي والنقدي. هذا وتتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب عضوية إلى المجلس الذي يطلب من المفوضية تقييم قدرة تلك الدولة على استيفاء معايير كوبنهاجن. وإذا كان رأي المفوضية إيجابياً يجب أن يوافق المجلس على ولاية تفاوضية، ثم يتم بدء التفاوض رسمياً على أساس كل موضوع على حدة. We'll be right back.
أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار التاريخي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بالتوصية بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وفي تغريدة له على تويتر أعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ولكل عضو في المفوضية للقرار التاريخي. هذا ومن المقرر مناقشة رأي المفوضية في القمة الأوروبية في 23 و24 من يونيو الجاري. قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو إن بلادها رحبت بتوصية المفوضية الأوروبية لمنحها وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي والتي تتوقع أن يوافق عليها زعماء الاتحاد الأسبوع المقبل. وأضافت ساندو أن التوصية تستند إلى فهم مفاده أن مولدوفا ستبذل المزيد من الجهود في مجالات رئيسية مثل إصلاح العدالة ومكافحة الفساد والإدارة العامة وحقوق الإنسان. اتهمت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي بالتلاعب بكييف بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن المجتمع الغربي يتلاعب بأوكرانيا منذ سنوات عديدة، مشيرة إلى أن كييف لن يكون لها مستقبل مشرق. أكد الكرملين مجددا أن هدف العملية العسكرية في منطقة دونباس هو حماية المواطنين من الممارسات العدائية للسلطات الأوكرانية ضدهم. وفي هذا الإطار شددت الكرملين على أن روسيا لن تتراجع في عملياتها العسكرية حتى تحقق أهدافها بالكامل، مشددة على أن الكرة الآن في الملعب الأوكراني. وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف فرض أمريكا وأوروبا عقوبات على الأسمدة الروسية بالخطأ الكبير، لافتا إلى أنه سيخلق ملايين من الجياع لاحقا. أضاف بيسكوف أن الولايات المتحدة قامت في البداية بفرض قيود على الأسمدة الروسية، ولكن أدركت بسرعة جدية الأمر ورفعت القيود عن الأسمدة والمنتجات الأساسية، مشيرا إلى أن هناك قيودا غير مباشرة مثل التأمين على السفن وعدم قبول الموانئ دخول للسفن الروسية. اتهم سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الدول الغربية بتأجيج التوترات في منطقة أوراسيا. وأضاف باتروشيف أن الغرب يضع نصب عينيه هدف تحويل أوراسيا إلى ساحة لدول تتصارع مع بعضها البعض، موضحا أن الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتفكيك التكتلات التكاملية التي تم إنشاؤها في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي تعد بمثابة تهديد واضح لأوراسيا ككل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مقر لقوات أزوف في منطقة خاركيف بصواريخ عالية الدقة ومستودعين للأسلحة وعشرة مواقع لإطلاق نيران المدفعية في أوكرانيا. وأوضحت الدفاع الروسية أن الصواريخ قد استهدفت من الجو 18 منطقة لتركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية بالإضافة إلى 10 مواقع إطلاق مدفعية وبطاريات هاون أوكرانية. كما تم تدمير مقر وحدة التشكيل القومية أزوف في منطقة خاركيف. كما أشارت الوزارة الروسية إلى أن أنظمتها الدفاعية الجوية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا ستمنح أوكرانيا القدرة على الصمود الاستراتيجي للانتصار على العملية العسكرية الروسية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني في كييف أكد جونسون على أن بريطانيا ستعمل أيضا مع أوكرانيا على تحرير الحبوب للتصدير عبر البحر الأسود.
the friend of the entire Ukraine and the friend of freedom, Boris Johnson, the Prime Minister. This is your second visit, Boris, to Kyiv after the 24th of February, the beginning of the full-scale invasion by the Russians. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يرى فرصة كبيرة في التوصل إلى اتفاق مع روسيا في الوقت الحالي لإخراج الحبوب من ميناء أوديسا الأوكرانية، مشيرا إلى وجود محادثات لتجديد خطوط السكك الحديدية التي تربط أوديسا بنهر الدانوب في رومانيا كبديل. وقال ماكرون إنه يجب التحدث إلى روسيا بشأن الأمن الغذائي والعمل على إخراج الحبوب من أوديسا. كما شدد الرئيس الفرنسي على أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في مواجهة روسيا. حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في أوكرانيا مقلق للغاية بعد 4 أشهر من العملية العسكرية الروسية. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له على أن الوضع الإنساني خاصة في شرق دونباس مقلق للغاية ويواصل التدهور بسرعة، مشيرا إلى أن الوصول إلى مياه الشرب والطعام والكهرباء بات محدودا. وفي هذا الإطار ندد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بعدم توصل طرفي النزاع حتى الآن إلى اتفاق لتسهيل إجلاء المدنيين أو السماح بوصول المساعدة الإنسانية إلى مدينتي سيفرادونيتسك وليسي شيسانك اللتين تخضعان لقصف متواصل منذ عدة أيام. قالت ممثلة الرئيس الروسي في مجموعة الـ20 سيفيتيلانا لوكاش إن الغرب ليس مستعدا للتحدث مع روسيا كما كان الوضع من قبل، ولكن سيكون من الضروري الاتفاق والتفاوض على عدة قضايا خلال قمة مجموعة الـ20 2022. وأضافت لوكاش أن قضايا الخلافية تتعلق بالدرجة الأولى بانعكاس المخاطر السياسية على العالم، مشددة على أن هناك مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بحالة الاقتصاد وأزمة الغذاء وتحول أسواق الطاقة تتطلب مناقشة داخل مجموعة الـ20، مؤكدة أن الوضع الحالي يحتم على الغرب التفاوض والاتفاق من أجل مواجهة هذه القضايا. экономики между мужчинами и женщинами, и вопрос зарплат – это один из них. Также существует в целом вопрос… أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل مع مصر في إطار COP27 لمكافحة التغير المناخي. وخلال كلمته أمام منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ، أكد بايدن أن الأزمة الأوكرانية تأدت إلى زيادة في أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي للعديد من الدول، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم بعدد كبير من الدول. نحن نتطلع لكوب 27 قمة المناخ، يجب أن نكرس أنفسنا بينما نتطلع للإيفاء بأهدافنا الحالية وبذل الجهود الإضافية لتعزيز تقدمنا. فأنا أحث هذه الدول أو تلك الدول التي لم تحدد أهدافا بعثات 2030 للتوافق مع أهداف باريس وتعزيز أهدافها لقمة المناخ 27. وفي نفس الوقت نحن بحاجة إلى مبادرات جديدة لتسريع تقدمنا تجاه أهدافنا وتعزيز مرونتنا. أعلن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية أنه وافق في جنيف على اتفاقات تاريخية بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا والأمن الغذائي. يهدف المؤتمر إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرد ويفرغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات فيروس كورونا مؤقتا وإصلاح المنظمة. الصيد والأمن الغذائي ولقاحات كورونا وبراءات اختراع،
اتفاقيات تاريخية جديدة أقرتها منظمة التجارة العالمية في جنيف. ووفقا لكلمة المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو أويلا أمام رؤساء وفود الدول 164 الأعضاء في المنظمة، فإن هذه الاتفاقيات تعد حصادا تاريخيا غير مسبوق لعمل المنظمة. إويلا أكدت أن منظمة التجارة العالمية لم تحقق مثل هذا العدد الكبير من النتائج المتعددة الأطراف منذ وقت طويل. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن النتائج تبين أن منظمة التجارة قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في هذا العصر. فمؤتمر رؤساء وفود الدول 164 الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرط ويفرغ المحيطات، ورفع البراءات التي تحمي لقاحات فيروس كورونا مؤقتا، وإصلاح المنظمة. إذن هو مؤتمر تجلت أهميته في حساسية توقيت انعقاده ومدى ارتباط قراراته بأزمات يعج بها العالم ويعاني منها الجميع، لعلها تصلح ما أفسدته الأزمات المتلاحقة. نشرة السادسة ما زالت متواصلة وتتابعون فيها. بكين تعلن تدشين فوجيان ثالث حاملة طائراتها المصنعة محليا. أعلنت وسائل إعلام رسمية أن الصين قد دشنت ثالث حاملة طائرات، وهي السفينة فوجيان المصممة والمصنعة محليا، لتبعث برسالة إلى القوى المنافسة بما في ذلك الولايات المتحدة مع استمرارها في تحديث جيشها. أقيمت مراسم الاحتفال بتدشين حاملة الطائرات وإطلاق الاسم الرسمي عليها في حوض جانجان لبناء السفن في شنغهاي. في سباق التسليح الدولي دشنت الصين محطة جديدة في تاريخها العسكري، محطة تحمل رسائل عدة لمحيطها الإقليمي، وتصل أصداؤها للولايات المتحدة من خلال تدشين ثالث حاملة طائرات محلية الصنع. السفينة التي تدعى فوجيان تنضم إلى حاملة الطائرات شاندونغ التي تم تشغيلها في أواخر عام 2019، لتصبح الصين ثانية أكثر الدول في العالم التي تمتلك عددا من حاملات الطائرات بواقع ثلاث حاملات بعد الولايات المتحدة التي تمتلك 11 حاملة طائرات. حاملة الطائرات الجديدة تزيد من قدرات الصين العسكرية في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة بشأن تايوان ومطالبة بكين بالسيادة على بحرها الجنوبي. حاملة الطائرات فوجيان أكثر تطوراً من الحاملتين السابقتين، مما دفع بكين إلى إجراء تجارب عدة في البحر قبل أن تسلمها إلى القوات البحرية. وسائل إعلام غربية كشفت أن طول السفينة يبلغ نحو 320 متراً، أكبر بخمسة أمتار فقط عن حاملة الطائرات الصينية الثانية شاندونغ، لكنها في الوقت نفسه أقصر من حاملة الطائرات الأمريكية الشهيرة من طراز يو إس فورد ب13 متراً فقط. وفيما يخص عرض حاملة الطائرات فوجيان فقد وصل إلى نحو 73 متراً. ولعل من أهم مميزات حاملة الطائرات الجديدة أنه يمكنها إطلاق الطائرات، إذ تعتمد حاملة الطائرات الثالثة تايب على الإقلاع الكهرومغناطيسي عبر ثلاث منصات على خطى حاملة الطائرات الأمريكية من طراز فورد بدلا من المنجنيق البخاري، مما يؤدي إلى معدل إطلاق أسرع، وسط توقعات بأن تواجه بكين مشاكل مرتبطة بذلك النمط واجهتها سابقا الولايات المتحدة.
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية الموافقة على طلب الولايات المتحدة تسليمها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، والذي تلاحق واشنطن بتهمة تسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية. وأوضحت الداخلية البريطانية أنه سيتم توقيع أمر التسليم في حال عدم وجود أي دواع تمنع صدوره، مشيرة إلى أنه أمام أسانج مهلة 14 يوما لاستئناف القرار. Down here, we have attached a map. أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أنه يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يرد على نحو منسق على استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية. وذكرت وكالة نيوزياس الكورية الجنوبية أن يون أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. ودعا يون أيضا إلى تواصل وثيق من أجل تقديم المساعدة إلى كوريا الشمالية التي تواجه تفشيا لفيروس كورونا. أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك أنا بوبوفا عن اكتشاف 4 سلالات متفرعة من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون. وقالت بوبوفا إن العلماء الروس اكتشفوا لأول مرة 4 أنواع من متحور أوميكرون، من بينهم نوع من السلالة الجديدة BE5 وBE4، مشيرة إلى أن هناك 3 أنواع من السلالات الجديدة أظهرت النتائج أنها قادمة من خارج البلاد. أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون ومسؤولين كبار آخرين أعدوا مساعدات لإرسالها إلى 800 أسرة تعاني من وباء معوي مجهول. وأعلنت بيونغ يانغ هذا الأسبوع أنها تواجه وباء معوي حادا، علاوة على تفشي فيروس كورونا منذ أسابيع، ولم توضح كوريا الشمالية طبيعة الوباء الجديد. أعلنت وزارة الصحة إطلاق 4 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظات الجيزة والغربية والدقهلية وجنوب سيناء خلال يومي 17 و18 من الشهر الجاري. وأوضحت الوزارة أن القوافل توفر الكشف والعلاج المجاني في العديد من التخصصات الطبية، ومن بينها خدمات تنظيم الأسرة والأطفال والبطنة والعظام والجراحة والرمد والقلب، فضلا عن خدمات الأشعة والتحاليل. نظمت جامعة طنطا قافلة طبية في قرية كفر العبيدة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان. أكد رئيس جامعة طنطا محمود زكي أن الجامعة تحرص دائما على دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم الرعاية الطبية إلى الأسر الأولى بالرعاية، عملا بشعار الجامعة قافلة كل يوم. وأوضحت أن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 1616 مواطنا من أهالي القرية.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تضمنته الرسائل التحذيرية المتداولة حول وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة. وأكد المركز الإعلامي أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف ممثلة. تواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة لدعم الإبداع ورعاية الموهوبين ونقل آليات التحول الرقمي بدعم مباشر من رئيس الجمهورية. وحول هذا الملف استعرضت تلك الجهود وزيرة الثقافة إنس عبد الدايم في الجلسة الثالثة من مؤتمر نابولي لوزراء الثقافة في المنطقة الأرومتوسطية. وأوضحت أن الوزيرة أن في ظل التحديات التي تعرض لها العالم أثناء الجائحة العالمية ككورونا، كانت هناك خطوات جادة وسريعة اتخذت للاستفادة من التحول الرقمي بإطلاق المبادرة الإلكترونية الثقافة بين إيديك في 2020، وذلك من خلال بث كنوز الإبداع المصري على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب والموقع الرسمي للوزارة. شن جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة وموسعة من خلال إدارة الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين محتكري السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول وضبط السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين. وتأتي الحملات بتوجيه من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين. في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، وتأكيدا على اهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع لكافة المواطنين بجودة عالية، تحركت سيارات ضبط الأسواق مع مأمور الضبط القضائي في حملات مكبرة على الأسواق لضبط المخالفين. المخالفات معروفة وسهلة، يعني هو بالنسبة لنا بيكون السلع مجهولة المصدر، ليس لها فواتير أو مسندات تدل على مصدرها، السلع التي ليس عليها بيانات كاملة أو غير مدون عليها بعض الكلمات أو ممحاة وسهلة الإزالة، السلع منتهية الصلاحية أيضا لو هناك سلع منتهية الصلاحية برضو. الحملة بدأت في الأول من يونيو وما زالت مستمرة لحجب السلع الفاسدة وغير الآمنة من التداول بزيارات مفاجئة للتحقق من تاريخ الصلاحية ومصدر الإنتاج وجودة السلع والتأكد من عدم حجب السلع لمنع الاحتكار وغلاء الأسعار. استكمالا للدور اللي بيقوم به جهاز حماية المستهلك، النهاردة موجودين في المخزن اللي حضراتكم تابعتونا فيه، بنراجع أول ما بندخل المخازن أو أيا كان النشاط التجاري، بنراجع المستندات اللي موجودة في المكان، البطاقة الضريبية والسجل التجاري، الرخصة، بعد كده بنشوف الفواتير اللي دخلت بيها السلع للمكان والفواتير اللي بيبيع بيها المكان. ده تطبيقا للقرار 330 لسنة 2017 اللي بنص على أن الفاتورة يبقى موجود فيها سعر بيع المستهلك. حملات رقابية أعلن عنها جهاز حماية المستهلك لمتابعة المحلات التجارية والمصانع غير المرخصة وللتأكد من جودة المنتجات المطروحة في الأسواق، بالإضافة لتطوير أدوات استقباله للشكاوى، فبعد أن كان يتلقاها على خطوط الهواتف الرئيسية فقط، عمل على تطوير أجهزة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين التعامل السهل والسريع لإيصال شكواه. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. آخر أخبار المال والأعمال. وكفوري، أهلا بك يا آل. أهلا بك سحر، أهلا بك حكمة، ولنتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. عقد وزير البترول طارق الملا جلستي مباحثات مع كبار المسؤولين عن ملف الطاقة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على هامش اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط. وأكد وزير البترول ومفوضات الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي على أهمية مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم توقيعها خلال أعمال المنتدى كخطوة هامة للإسراع باستغلال موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط والبنية التحتية المصرية بشكل اقتصادي لنقل الغاز إلى دول أوروبا. وفي اجتماع آخر مع المسؤول الأمريكي، استعرض الملا والوفد الأمريكي مجال التحول الطاقي وجهود خفض الانبعاثات نحو تحقيق مستقبل منخفض الكربون وفرص التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في هذه المجالات.
تحركات واسعة تقوم بها مصر على المستوى الإقليمي والدولي لتأمين مصادر إمدادات الطاقة وتعزيز جهود إزالة الكربون. وفي ضوء هذا التوجه ضمت المائدة المستديرة لمنتدى غاز الشرق المتوسط وزير البترول طارق الملا ووزيرة الطاقة القبرصية ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد وعدد من الجهات الدولية المعنية. وأكد وزير البترول طارق الملا خلال كلمته أن الاستثمار في البنية التحتية للغاز سواء خطوط الأنابيب أو محطات الإسالة تحتاج إلى ضمانات وتأكيدات بالقدرة على تنفيذ هذه المشروعات التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وضمان تسويق والضمان التسويق، ويجب على الحكومات أن تدرك أهمية ذلك. تعظمت جهود الدولة في توفير مصادر تمويل آمنة وميسرة للشباب والمرأة المعيلة في المناطق الأكثر احتياجا. وفي هذا الصدد أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن صندوق الوزارة وافق مؤخرا على تمويل 437 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر باستثمارات وصلت إلى 4,900,000 جنيه، ليصبح إجمالي ما وافق الصندوق عليه وعلى تمويله حتى الآن 3,189 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو 2021 وحتى الآن، وبإجمالي قروض وصلت إلى 31 مليون جنيه إضافة إلى 6 ملايين جنيه مساهمة من المستفيدين، وبجملة استثمارات بلغت 36 مليون و600 ألف جنيه. وتواصل الدولة جهودها نحو تمكين الشباب ومنحهم فرصة المساهمة في خطة التنمية المستدامة، حيث عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وبرنامج شبكة الاقتصاديين الشباب حوارا سياسيا رفيع المستوى حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار في أفريقيا. وحول المشاركة المصرية في شبكة الاقتصاديين الشباب، أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الاقتصاديين المصريين الشباب يشكلون حوالي 23% من إجمالي أعضاء الشبكة من 29 دولة في جميع أنحاء العالم، وبإجمالي 228 من الاقتصاديين المصريين الشباب من 17 جامعة ومعهد في جميع أنحاء مصر تغطي 10 محافظات، بما يضمن المساواة بين الجنسين والتوزيع الجغرافي. وفي أسواق المعادن النفيسة انخفضت أسعار الذهب مع تعافي الدولار ليتراجع في المعاملة الفورية إلى 0.6% إلى 1846 دولارا و33 سنتا للأوقية. أما على المستوى المحلي فسجل الجيران معيار 18 نحو 860 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل إلى 1003 جنيهات، في حين سجل عيار 24 سعر وصل إلى 1146 جنيها، وأخيرا سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 8024 جنيها. تفاوت أداء المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم بعد عملية بيع كبيرة، ونتجت عن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى لأسعار الفائدة، مما أدى إلى تزايد المخاوف من الركود، ونزل المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، وهبط أيضا المؤشر ستاندرد أند بورز بواقع 500 وبنسبة 0.2%، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 48%. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى سحر نبي وحكمة عبد الحميد. إليك. شكرا لك يا كفوري. وصلنا وإياكم بهذا الخبر إلى نهاية نشرة السادسة، ويتبقى التذكير بالعناوين.
خلال مشاركته في منتدى بطرسبرغ الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية. الرئيس السيسي يشارك بمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، ويؤكد بذل مصر قصارى جهدها لحث كافة الأطراف على رفع طموح عملها المناخي. المفوضية الأوروبية توصي بترشح أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي بشروط. إذن انتهت نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء، في أمان الله.